إلى كل أم عاملة أنتي بطلة. آه والله، من أم ربة منزل واختارت تقعد في البيت بإرادتها من سنين، أنتي بطلة. ليه بس؟ مش عشان بس بتخرجي وبتشتغلي وبتتفاعلي مع المجتمع وبتنتجي، عشان بتستقبلي إيميلات المدرسة. ده أنا اللي قاعدة في البيت مش ملاحقة عليهم، يعني أنا اللي ربة منزل مش ملاحقة عليهم. لو حد سألني أنتي قاعدة في البيت بتعملي إيه؟ بتطبخي وتغسلي؟ هقول له لا، أنا قاعدة أقرأ إيميلات المدرسة ولاحق على جروب الواتساب. تمام؟ أنا عن نفسي بجد بقعد أفكر، هو أنا لو بشتغل كنت لحقت على كل ده إزاي؟ 15 إيميل على عيلين ما طلعوش من خمسة ابتدائي، في إيه يا جماعة؟ إحنا كنا زمان هو المدرس بيكتب في ظهر الكشكول خلي الواد يذاكر يا أم عماد ولا يا أم رشا، وخلصت على كده وخلصنا، ويعلم على القطعة وانتهينا. إنما إيه كمية الإيميلات دي وإيه كمية الاستفسارات دي؟ يعني أنا مش فاهمة. إيميلات إيميلات إيميلات، ولسه بقى لنا أسبوعين يا مؤمنين، نلحق إزاي؟ زائد جروبات الواتساب بتساعد وبتنقذ الواحد احيانا، بس احنا لسه بنقول يا هادي ايه كميه الجروبات؟ يعني هو جروب رئيسي وبينشق منه شويه جروبات، واحنا المفروض نلحق على كل دول. انا قاعده في البيت ومش ملاحقه. يعني انا مثلا عشان محظوظه بقى برضو، ايميلي مش راضي يقرا على سيستم المدرسه، فبيبعتوا الايميلات لجوزي، فبقيت عندي مدير بيتبعت له الايميلات ويبعتها لي ويتابع بقى، ها قريتي الميل، رديتي عليهم، شفتي هم عايزين ايه. يا نهار ابيض، يعني انت يبقى عندك مدير في الشغل ايها الام العامله، وحد بيسوبرفايزر في البيت، ايه ده؟ في ايه؟ لا كتير علينا، لا العالم اتغير وبقى صعب. انا ما بقتش حمل الكلام ده والله، انا تعبت نفسيا، انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين. لا 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 لا، كده كتير كده، انا شايفه كفايه علام لحد كده.